وضعت شهادة السلبية العقارية المسؤول الأول عن قطاع السكن في مواجهة فعلية مع مافيا العقار التي تحداها بشكل مباشر بعد تجديد تمسكه بإدراج واشتراط الشهادة بالنسبة للمكتتبين في برنامج عدل أو السكن الترقوي العمومي. باش ما يتسلوش ناس، لان هذا طلب نتاعكم انتوما، هذا طلب نتاع لي ميديا ناسيونال، طلب نتاع المواطنين. الوزير عبد المجيد تبون اكد انه لا تنازل عنها باعتبارها مكمله لتحريات البطاقيه الوطنيه، وذلك لجرد المستفيدين لاكثر من مره، سيما بعد ان كشفت البطاقيه وجود 5 ملايين شخص استفادوا من اعانات الدوله. ويبدو ان الوزير ماض في قرار وصفه بالحكومي، رغم الضغوط التي يتعرض لها من قبل بارونات العقار الذين يخشون إسقاطهم من قوائم السكن في مختلف البرامج السكنية. وهو ما توقعه عبد المجيد تبون خلال ندوة صحفية عقدها على هامش حفل تسليم جائزة المهندس المعماري والتعمير بفندق الأوراسي. وأملاك دولهم يخدموا معنا ايون بليس دي سيرتيفيكا نيجاتيف اللي تجيبيه انت ولا يجيبوا الاخر، اون دي ديسكات نتاعنا دو تو لي زانسكري كي سون au niveau des domaines, ils vont les traiter et nous ramener de manière succincte. Je que les andouche, que les mandouche. Le chahada salbiya hadi, tkemmel tahariyat, nta le fichier national, nta le bitaqiya l'watani. Bitaqiya l'watani. Amma d'defa nta salbiya, fa andou, hatta, hna man sallamish, man akhudsh min andou, d'defa thaniya, ou man sallamlouch l'mafatih, وما نعطيش البلاصه اللي راه مركز فيها الا من تكون سلبيه. تبون طمأن المكتتبين بشان دفع الشطر الثاني من سعر سكنات عدل، نافيا وجود تناقض مع مصالح مديريه املاك الدوله بشان تسليم شهاده السلبيه. من جهه اخرى، اعترف تبون بوجود عراقيل تواجه تسجيل المكتتبين المغتربين في برنامج عدل، حيث اكد ان الدوله لا تملك اليات رقابه للمكتتبين المتواجدين بالخارج، والذين سيتم التعامل معهم بالعملة الصعبة.